هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم مشاهدينا إلى جلسة المال والأعمال، معكم هاني نصر. ماذا في أبرز عناوين جلستنا لهذه الليلة؟ تحفيز النمو الاقتصادي مهمة شاقة تواجه اجتماع مجموعة دول العشرين. HSBC ساعد عملائه في سويسرا على إخفاء أموال، البنك يؤكد أنه اتخذ تغييرات جذرية. نبدأ من اسطنبول هذه المرة مشاهدينا، حيث يركز قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في تركيا يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، في وقت تلقي أزمة اليونان بظلالها على أوروبا وتربك أسعار النفط توقعات النمو الاقتصادي العالمي، بينما تقول الولايات المتحدة إنها لا يمكن أن تدعم الاقتصاد العالمي بمفردها. تنسيق الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي في ظل تباين وتيرة النمو والسياسات النقدية للاقتصادات الكبرى مهمة شاقة يواجهها وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في اسطنبول. الاجتماعات التي يتصدر جدول أعمالها القلق بشأن قدرة الولايات المتحدة على دعم الاقتصاد العالمي، في حين تعاني معظم دول العالم من تباطؤ الاقتصاد، تأتي في وقت تلقي مشاكل اليونان بظلالها على أوروبا من جديد، كما يربك سعر النفط الرخيص التوقعات الخاصة بالتضخم والنمو، في حين يهدد ارتفاع الدولار اقتصادات الأسواق الناشئة. تركيا التي تترأس المجموعة تركز على التصدي لتباطؤ الاقتصاد العالمي وتعزيز دور الدول منخفضة الدخل، خاصة بعد الرسالة التي وجهتها الولايات المتحدة لاجتماع اسطنبول، والتي مفادها أنه لا يمكن لأمريكا أن تكون المحرك الوحيد للنمو، في إشارة إلى أن أوروبا لم تبذل الجهد الكافي. ما نود القيام به في العام الجاري هو التوصل إلى نظام رصد حول الالتزام بإصلاح الاقتصاد العالمي وكيفية العمل على تنفيذ هذا الإصلاح. ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا تستعد للدفاع عن سجلها بأنها تبذل قصارى جهدها من خلال زيادة الطلب المحلي وخطط رفع الإنفاق العام. أسعار النفط المستمرة في الانخفاض بالإضافة إلى تراجع أسعار الكثير من المواد والمنتجات يجعلان الصين في حالة من عدم اليقين حول استقرار الأسعار. أسعار النفط مستمرة في الانخفاض، كما أن كمية كبيرة من المواد والمنتجات مستمرة في الانخفاض أيضا. الأمران لهما نتائج إيجابية وسلبية على الاقتصاد العالمي على حد سواء، وهذا ما يجعلنا في حالة من عدم اليقين من استقرار الأسعار. كندا من جهتها أكدت أن الدعم الأمريكي للاقتصاد العالمي لا يمكن أن يستمر تحت ضغط الأزمات السياسية في أوكرانيا والعراق وسوريا التي تنطوي على مخاطر بالغة تعقد جهود التعافي. الفضيحة التي تعرف بسويس ليكس والتي تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي، حيث كشفت تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف HSBC في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها. الفرع السويسري لهذا المصرف أكد أنه أجرى منذ ذلك الحين تغييرات جذرية، وقال رئيس الفرع السويسري لمصرف HSBC إن بنك سويس برايفت التابع لHSBC بدأ بإدخال تغييرات جذرية في العام 2008 لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب أو لغسل الأموال. وحسب مصادر صحفية فإن عددا من الشخصيات الفرنسية والأجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي. توقع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن ينتهي عصر الذهب الأسود في بلاده في غضون 50 سنة، داعيا إلى الاستثمار في التربية لمواجهة تحديات المستقبل. وقلل من أهمية تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاد الإمارات،
ودعا الشيخ محمد بن زايد إلى الاستثمار بقوة في التعليم لتحضير المجتمع الإماراتي لتحديات المستقبل من دون عائدات النفط. وتتمركز معظم ثروة الإمارات النفطية في العاصمة أبو ظبي، وتعم الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي على احتياطيات نفطية تتجاوز 98 مليار برميل، وهي تنتج أكثر من 2,800,000 برميل من الخام يوميا. هذا ويتوقع المحللون أن يكون العام 2015 عاما مليئا بالتحديات لأسواق السلع في ظل انخفاض أسعار النفط. وقد تطرق خبراء عالميون إلى هذه التحديات على هامش المؤتمر الثاني لتوقعات السلع العالمية الذي استضافته دبي. التفاصيل في هذا التقرير. تغيرات كثيرة طرأت على اقتصادات العالم في ظل هبوط أسعار النفط، ولم تستثنى أسعار السلع من التأثر بهذا الانخفاض الذي قلب موازين الاقتصادات العالمية. وكان من ضحايا انخفاض أسعار النفط أسعار السلع من المنتجات البترولية. لقد أثر تراجع أسعار النفط على مجموعة واسعة من المشتقات النفطية، وبالتالي فقد أثرت تخمة المعروض في الأسواق التي فاقت 3% في أسواق الفيول والغازولين وغاز النفط وغاز البترول المسال، وهو المشتق النفطي الأساسي المتأثر. ونتيجة لذلك فإننا نرى استقرارا في أسعار النفط الخام مع معاودتها للارتفاع، ولكن في الوقت ذاته لم نرى عودة في الاستقرار إلى سوق المشتقات، بل نحن أمام سوق متنوعة جدا. وقد توقع البنك الدولي في تقرير له بشأن أسواق السلع أن يزيد القلق، وذلك بسبب حدوث تباطؤ في منطقة اليورو والاقتصادات الناشئة وارتفاع الدولار وسوق النفط الذي يشهد وفرة في المعروض، فضلا عن التوقعات الجيدة بشأن المحاصيل التي تسهم في انخفاض أسعار العديد من السلع. وقد فقد النحاس 10% خلال أسبوعين الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ 5 سنوات، كما انخفضت أسعار الألومنيوم والنيكل والقصدير. لقد لحقت أسعار السلع بأسعار النفط وهي تقترب من القاع حاليا، والمشكلة الأساسية التي تؤثر على معظم السلع هي التخمة في المعروض، ولكننا نعتبر بأننا على الأرجح سنبلغ القاع في الأسعار في عام 2015، لأن معظم السلع قد تراجعت دون مستوى قيمتها العادلة. ولكن يبدو أن بعض السلع لن تتأثر كثيرا بهبوط أسعار النفط، مثل الذهب الذي يعتبره الكثيرون الملاذ الآمن. قلنا في الماضي بأن هناك علاقة إيجابية وثيقة بين الذهب والنفط، ولكن كما رأينا في الأسابيع والأشهر الماضية هذا الأمر لم يكن موجودا، وذلك جيد لأنه من وجهة نظري لم يكن هناك أي منطق لارتباط الذهب بالنفط. أسعار النفط الرخيصة مهدت لشركات التعدين الإبقاء على الربحية وزيادة الإنتاج، وذلك لانخفاض أسعار الوقود الذي يسهم بنحو نصف تكلفة الإنتاج، متسببة في فوائد إنتاجية كبيرة. هبوط أسعار النفط أثر على قطاعات وأسواق كثيرة، منها أسواق السلع. فإلى متى سيستمر هذا التأثير؟ وإلى متى سيستمر هذا الهبوط؟ إنجيل حكيم، CNBC عربية، دبي. إذن نتابع هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفي في الاستوديو السيد رولف شنيبلي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة AG طبعا لخدمات الذهب. سيد رولف أهلا ومرحبا بك. سؤال يطرح نفسه طرحته الزميلة قبل قليل إنجيل حكيم في تقريرها، الذهب أو النفط إلى أين مع هذه التراجعات المستمرة؟ وبتراجعات النفط إلى أين يتجه الذهب؟ في الماضي كان هناك حديث عن العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الذهب، وأنا كنت دائما أرفض القول بأن هناك أي شيء من هذا القبيل، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك ارتباط بين أسعار الذهب وأسعار النفط وأن يتحركا في الاتجاه ذاته، لأن النفط هو سلعة تستعمل، تستخرجها من الأرض وتكررها وتستعملها، أما الذهب
فأنت تستخرجه لكنه يظل معنا إلى الأبد، وبالتالي الديناميكية مختلفة بين السلعتين. ومن غير العجيب من أن هذه العلاقة التي نظر إليها الناس على أنها موجودة قد اختفت في الأشهر القليلة الماضية. إذا نظرت إلى أسعار الذهب وأسعار النفط وقارنت بينهما، تجد بأن الذهب لم يتراجع بالمقدار الذي تراجع به النفط، وهذا منطقي تماما لأن الذهب يتجاوب مع عوامل مختلفة والنفط يتجاوب مع النشاط الاقتصادي. إذا كان هناك نمو إيجابي وهذا يعني استهلاك كميات أكبر من النفط، بينما الذهب يتجاوب بطريقة مختلفة، فالذهب يتجاوب أيضا مع الأزمات في العالم، وللأسف حاليا هناك الكثير من الأزمات في أنحاء العالم. طيب أتابع في هذا الإطار، أريد يعني بعض المعلومات حول هذا الموضوع. الذهب الآن المستويات التي يمكن أن يستهدفها مع استمرار تراجعات أسعار النفط إلى أين يمكن أن يصل؟ That's of course difficult to say. من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. لو كنت أعلم الإجابة لكنت رجلا ثريا جدا، ولكن أنا أتابع التوجهات البعيدة المدى في أسعار الذهب، ولا شك على الإطلاق بالنظر إلى البيئة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم من أن التوجه البعيد المدى في الذهب هو توجه صاعد. قد يكون لدينا انكماش في الأسعار في بعض العملات مثل اليورو و الفرنك السويسري، ولكن في المستقبل سيكون لدينا تضخم، وسيكون لدينا تضخم هائل لأن المعروض النقدي في السنوات الماضية بعد أزمة 2008 أزمة المصارف ولا سيما ليمان براذر، هذه الأزمة جعلت المصارف المركزية تطلق معروضا نقديا كبيرا، وهي لن تتمكن من استعادة هذه الأموال، وسيكون لدينا تضخم كبير. أنا لا أقول بأن أسعار الذهب سوف تتضاعف 5 أضعاف في سنة أو سنتين، وإنما على المدى البعيد سوف يكون لدينا زيادة. أما على المدى القصير فيجب أن ننظر إلى معنويات ومشاعر الأسواق وما الذي يعتقده المستثمرون حول الأسعار المحتملة. وللأسف هناك الكثير من الأزمات موجودة في العالم. انظر إلى اليونان وما يحصل هناك، وكذلك إسبانيا والبرتغال وحتى الأزمات السياسية. الوضع صعب كما ترى. وفي الوقت الحاضر دعني أقول أنك إذا نظرت إلى الرسم البياني لأسعار الذهب منذ 2013، الأسواق إيجابية بالإجمال فيما يخص التنمية الاقتصادية، والضغوط الارتفاعية ابتعدت عن الذهب ولازلنا عند تلك المستويات. وإذا حصلت أي أمور غير متوقعة في الجانب الاقتصادي مثلا في أوروبا أو في أمريكا، أو إذا كان لدينا أي خيبة أمل، فإن أسعار الذهب سوف تنفجر ارتفاعا. طيب أيضا تراجعات أسعار النفط لم تؤثر فقط على الذهب سواء كان إيجابا أو سلبا، أيضا أثرت على أيضا العملات الرئيسية ومنها الدولار. معروف أن سعر العملة التي يباع بها النفط طلع دور رئيسي وأساسي في ارتفاع سعره أو انخفاضه. خلينا نحكي أيضا تأثير تراجعات النفط على الدولار. Yes, I mean the oil price is probably more of, I mean you know better than me. أنت تعلم أفضل مني من أن أسعار النفط هي قرار سياسي. إذا نظرت إلى أمريكا هي فجأة باتت أكبر منتج للنفط في مطلع هذا العام، وهذا الأمر له تأثير كبير. و كذلك هذا عامل مهم يتعلق بتقرير سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى مثل الين الياباني وكذلك اليوان الصيني واليورو، وبالتالي سوف يكون الدولار أقوى، وهذا الأمر سيكون إيجابيا بالنسبة للدولار الأمريكي. ويجب أيضا أن ننظر، كنت أحضر اجتماعا أو مؤتمرا عفوا البارحة، وكان هناك أستاذ جامعي قال في أحد عروض في أن الدولار خسر 98% من قيمته خلال 100 عام، وكان يشدد على ذلك من خلال بعض الحقائق التي طرحها. وبالتالي هو خلص إلى القول بأننا يجب أن نقيم كل شيء في الذهب، بل حتى أظهر رسوما بيانية تقوم الذهب والبورصة، وكان الأمر ملفتا. وإذا أنا قررت أن أشتري الدولار أو اليورو أنا لا أعلم،
لأنه من الصعب جدا أن نعلم ما هو الصحيح في هذا الصدد. أيضا الصين تلعب دور رئيسي في التأثير على أسعار الذهب. كيف هو حجم هذا الدور برأيك؟ لقد باتت الصين مهمة جدا فيما يتعلق بسوق الذهب، ولكن قبل عامين كانت المرة الأولى التي باتت فيها الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، حتى دون أن نحتسب مشتريات المصارف المركزية من الذهب في السوق. ولكن نعم، بالنسبة للذهب العيني الصين مهمة، فإذا كان الاقتصاد الصيني في حالة معاناة ورأينا بعض الأرقام التي تشير إلى أن الصين لا تنمو بالوتيرة المتوقعة، فهذا الأمر قد يكون سلبيا بالنسبة لأسعار الذهب العيني في العالم. ولكن مرة أخرى هذا الأمر لم يعد المحدد الأساسي لأسعار الذهب. المحدد الأساسي هو الشراء من قبل المستثمرين في أوروبا وفي أمريكا، وكذلك المصارف المركزية. فحتى المصرف المركزي الصيني لا زال على ما يبدو يشتري الذهب، وحتى هذا العام هم اشتروا الذهب حتى منذ بداية العام. السيد رولف شنيبلي، وأنت الرئيس التنفيذي لشركة AG لخدمات الذهب، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، جلسة متواصلة بعد هذا الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا.